حياكم الله مجددا في أهلا. من ضعف شديد في البصر إلى درجة تصنفها منظمة الصحة العالمية بالعمى إلى مستوى كامل من النظر 6/6 ولله الحمد بواسطة تقنية العدسات القطرية. حدث هذا في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان. ما التفاصيل؟ هذا ما سنعرفه مع ضيف الكريم الذي ينضم إلي عبر السكايب الآن، الدكتور أحمد عقيل استشاري بصريات. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. أهلا، مساء النور أستاذ الكريم، الله يحييك. دكتور، إحنا من غير المختصين لما نقرأ خبر مثل هذا، حالة تصنف بعمى وتصل إلى 6/6، حقيقة أنه نفخر ونبتهج ونستبشر كثير. أنتم كيف تصفون هذه الحالة طبيا وعلميا مع التفاصيل؟ الله يعطيك العافية. حقيقة أن الحالة النفسية كانت المريض سيئة جدا نتيجة لإصابته السابقة في القرنية والعدسة، أضف إلى ذلك أنه أجرى عمليتين في أحد المستشفيات الخاصة، زراعة قرنية وزراعة عدسة، وما زالت إلى ذلك الوقت كان النظر أو القدرة البصرية لدى المريض ضعيفة جدا. تتكلم عن رؤية الكف أمام الوجه يعني لمسافة أقل من 1 متر. لذلك شعور المريض كان قبل الإجراء وبعد الإجراء مختلف كليا. كان السعادة تغمر وجهه حقيقة يعني بعد التحسن اللي صار يعني حقيقة. كيف كانت رحلته مع المرض من البداية إلى التعافي؟ يعني وش الحالة اللي وصلتكم بالأول؟ نعم، هو أول مريض وصل للمستشفى وكان يائس جدا من تحسن القدرة البصرية لديه. يعني حقيقة هو أخبر من قبل طبيبي بأنه استحالة تحسنه أو استعادة القدرة البصرية لديه قد تكون يعني صعبة جدا، لكن فضل عز وجل ثم يعني بتوافر التجهيزات والمعدات الموجودة في المستشفى والكفاءات العالية الموجودة حقيقة في المستشفى، ومن هنا حقيقة أشكر وزارة الصحة مثلا في صحة جازان على توفير جميع التجهيزات الخاصة والتي تصب يعني في مصلحة المريض. حقيقة يعني هو يعتبر من أوائل المرضى الذين يعني استخدمنا لهم هذا النوع الخاص من العلاج اللي هو العدسات القطرية. المريض كان ضعيف نظر شديد جدا، كان أيضا زارع عدسة صناعية. العدسة الصناعية كانت متوقعة، فقمنا بإجراء بس إذا تسمح لي تنظيف للعدسة. دكتور إذا تسمح لي أستوقفك، أنا أثناء التحضير للحلقة اللي قرأته أن الحالة اللي كانت عند هذا المريض تصنف من قبل منظمة الصحة العالمية بالعمى، صحيح؟ نعم صحيح، منظمة الصحة العالمية تصنف ضعاف البصر والأشخاص اللي عندهم عمى متفاوت بتصنيفات معينة. المريض هذا كان يعتبر مصنف عمى قانونيا لأنه لا يرى إلا فقط أو يرى الكف أمام الوجه، وهذا تعتبر من التصنيف الأول للعمى القانوني حسب منظمة الصحة العالمية. نعم. طيب وش اللي صار بعدين؟ نعم، حقيقة يعني بعد تنظيف العدسة الصناعية المزروعة سابقا بالليزر، بدأنا بإجراء تركيب العدسات القطرية للمريض. الحمد لله يعني بعد أكثر من زيارة للعيادة وصلنا إلى العدسة المناسبة اللي تتواءم مع شكل قرنية العين أو عفوا نعم قرنية العين المزروعة، لأنه بعد زراعة القرنية تختلف يعني شكل القرنية عن قبل الزراعة. طيب وبعدين بعد زراعة العدسة الجديدة إيش اللي صار؟ نعم، بعد وضع الوصول للعدسة القطرية المتلائمة مع قرنية المريض، الحمد لله يعني حسن النظر لديه في أول زيارة تقريبا
متحسن الى النصف يعني 6 على 12. ثم الزياره الاخيره تحسن فيها النظر كليا تقريبا 6 على 6، ثم اصبح يعني اصبح يعتبر شخص طبيعي، يعتبر شخص سليم اثناء استخدام العدسه. طيب دكتور، هذا اللي صار هو شيء طبيعي يصير في طب العيون، ولا هو شيء يعتبر استثنائي وجديد انه من تصنيف عمى الى ما شاء الله 6 على 6؟ نعم، حقيقة كثير من المرضى قد لا يصل إلى النظر المثالي 6 على 6 حتى بعد الزراعة واستخدام. تفضل دكتور. طيب انقطع الصوت عند الدكتور أحمد عقيل، أتمنى أنه يرجع الصوت ونقدر نتكلم معه، لأنه حقيقة إحنا أمام حدث طبي وعلمي مبهج لنا إحنا كمتابعين كمشاهدين كجمهور اليوم، لما نقرأ عن حالة وصل تصنيفها في منظمة الصحة العالمية إلى حدود العمى، وبعد إجراء طبي جيد لها في أحد المستشفيات السعودية يستعيد المريض نظره بالكامل، يصل إلى 6 على 6. هذا يعطي بشرة كبيرة جدا للناس اللي يعانون من أي أمراض معينة في النظر، في العين، في القرنية، في غيرها من أمراض العيون الكثيرة. بهذه المناسبة لازم نوجه التحية إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، إلى كل العاملين فيه، إلى القائمين على مثل هذه الحالة وغيرها من الحالات اللي وصلت إلى هذه المرحلة الجيدة من التعافي. الحمد لله أن الدكتور رجع معنا. دكتور، باختصار كنت أسألك قبل ما ينقطع الصوت، أنه هل هذه الحالة تعتبر حالة طبيعية في طب العيون، ولا لا هو حدث يمكن أن نقدر نسميه استثنائي وجيد ويفتح يعني نوافذ بشرة جميلة للمرضى؟ حقيقة هو قد يعتبر من حالات استثنائية، لأنه كثير من المرضى قد لا يتحسن النظر إلى 6 على 6، قد يتحسن إلى 6 على 9، 6 على 12، لكن قد يكون من الصعوبة المكان أنه يتحسن إلى 6 على 6، لذلك من الممكن تصنيفها كاستثنائية يعني. أي بس هل يمكن اليوم الاعتماد عليها في أنه نوصل حالات مشابهة إلى 6 على 6 بما أنها حدثت؟ حقيقة هو تختلف الحالات يعني من بعضها الأخرى، فمن الصعب الحكم يعني على حالة دون النظر، يعني جميع الزوايا وجميع المتطلبات اللي يحتاجها المريض قبل الخوض في نعم في إجراء مثل هذا. أنتم كأطباء في المستشفى لما كنتم تجرون الإجراءات الطبية المعينة توقعتم هذه النتيجة؟ حقيقة أبدا، أنا كشخص ما توقعت إنه نوصل النتيجة هذه، بل إني أنا كنت يعني كنت واضع خطة أخرى، بحيث إنه إذا فشلنا في الوصول لنتيجة جيدة قد نرسل المريض للعيادة النفسية من أجل يتخطى الحاجز النفسي السيء الموجود لديه. لكن الحمد لله فضل الله عز وجل، وبعد التعافي وبعد كل القدرة البصرية هذه كان المريض يعني شديد السعادة والفرح يعني حقيقة. الحمد لله. طيب بصراحة دكتور، أثناء معاينتك للحالة هل كان في أخطاء في الإجراءات الطبية السابقة له من حيث العدسة اللي وضعت أو أي إجراء طبي أجري لعيونه، ولا لا بصراحة؟ حقيقة هو كان في زراعة القرنية، حسب التقرير اللي وصلني إيه؟ أن كان في ربما زرعت القرنية بشكل يعني خاطئ أو فيها إجراء. حقيقة ما عندي التفاصيل الكاملة، لكن لا، من خلال معاينتك أنت اليوم مختص، لما شفت الحالة ووصلت أمامك هل كان في أخطاء في الإجراءات اللي عملت له سابقا ولا لا؟ حقيقة يعني أثناء الإجراءات لم ننتبه يعني كفريق طبي للأخطاء السابقة، بل يعني انتبهنا أكثر للمستقبل وللنتائج اللي راح نشتغل عليها. لا يعني تعاملكم كان مع حالته المرضية الطبيعية ولا مع تصليح خطأ كان موجود في العدسة السابقة؟ بالنسبة لنا احنا يعني اي حالة تجي للمستشفى احنا نتعامل معها كحالة جديدة بغض النظر عن الإجراءات السابقة. التقارير السابقة ايش كانت تقول؟ التقارير السابقة كانت هناك زراعة يعني في القرنية وزراعة للعدسة، لكن هي طبعا قد تختلف درجات النجاح في زراعة القرنية. نعم، قد يكون صعوبة تحديد يعني المشكلة بالضبط، خصوصا بعد
فترة طويلة من زراعة القرنية والعدسة. نعم. لكن المهم كان في الموضوع انه كنا نفكر لما بعد ذلك، صحيح، يعني تحقيق نتيجه ايجابيه افضل. الاجراءات السابقه كانت في مستشفى خاص، صحيح يا دكتور؟ نعم. طيب والاجراءات اللاحقه كلها تمت في مستشفى الامير محمد بن ناصر في جازان. بالضبط. بصراحة احنا نهنيك انت شخصيا وفريق عملك وإدارة المستشفى بالكامل على مثل هذا النجاح، يعني اعتقد انه واحد من النجاحات الكبيرة اللي تسجل للمستشفى. الله يعطيك العافية، حقيقة المستشفى يزخر بكثير من الكفاءات في تخصصات دقيقة، الشبكية، الجلوكوما، الحول، القرنية، العدسات اللاصقة العلاجية، ضعاف البصر الشديد، حقيقة المركز العيون يزخر بكفاءات وتخصصات جدا نفخر بها حقيقة. نعم دكتور، احنا نفخر بك وبما قدمت، وحقيقة انها واحدة من الحالات الطبية اللي يعني تستحق الإشادة والتحية والتقدير. شكرا جزيلا للدكتور احمد عقيل استشاري البصريات، شكرا لك يا دكتور. كما قلت في حديثي يعني اختم بان كل التحية والتقدير حقيقة للأطباء والأساتذة الكرام في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان الذين عاينوا هذه الحالة وتابعوها وأجروا الإجراء الطبية التي قادتها إلى واحدة من النتائج الطبية المبشرة والسعيدة والمبهجة. أكرر للمرة يمكن الخامسة من بداية هذه الفقرة أنه حالة طبية صنفت أو تصنف ضمن منظمة الصحة العالمية بالعمى قانونيا إلى استعادة كاملة للنظر، وصلت إلى 6/6 ولله الحمد. الله يشافي الجميع، التحية والتقدير للمستشفى وأطبائه ومنسوبيه، وبعد هذا الفاصل ألقاكم.